ده صوت يعلو فوق صوت معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، يمكن هذه الدورة تحديدا بشهادة القاسي والداني بها كتير من الأمور المستحدثة اللي بتسهل يعني على الحضور، وأيضا كمان في نوع من أنواع الإقبال والعودة مرة أخرى إلى القراءة. هذه النسخة بتحتضن مجموعة كبيرة من الكتاب العرب، بنتكلم هنا على التواجد العربي سواء كان للكتاب أو للناشرين، بالإضافة لوجود بعض الأجنحة الخاصة والمهمة للدول العربية الشقيقة. معنا دلوقتي حوار خاص أجرته زميلتي العزيزة منى الشرقاوي وبسنت الحسيني مع الأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، اللي هيكلمنا عن يعني إزاي قدرت هذه الدورة من خلال فعالياتها وأفكارها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دعم كتابات الكتاب العرب. أهلا بحضراتكم من جديد. أكتر من 1000 ناشر موجودين ومتجمعين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54، أكتر من 1000 ناشر عربي متواجدين بشكل مختلف، واللي هيزور المعرض هيشوف نوع مختلف من الإبداع والتواجد موجود، مكان لكل واحد عايز يقرأ حاجة، اللي عايز يقرأ لأدب الطفل، اللي عايز يقرأ في الثقافة، اللي عايز يقرأ روايات، أيا كان اللي انت عايزه هتلاقيه موجود النهاردة ومنشور في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54. تفاصيل أكتر عن التواجد العربي وتفاصيل أكتر عن المنشور في هذا المعرض هيكلمنا عنه ضيفنا اللي بينورنا وبيشرفنا الأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. خلينا بداية نتكلم عن العدد الكبير من الناشرين المتواجدين في المعرض، بالرغم من أن احنا عارفين أن الفترة اللي فاتت في ارتفاع كبير في سعر الورق وكان في ناس كتير قوي قلقانة من التواجد في المعارض المختلفة. شوف حضرتك، معرض القاهرة الدولي هو يعتبر أيقونة المعارض العربية في المنطقة بل على المستوى العالمي، لأنه منذ تأسيسه في عام 1969 كان له طباع ومميزات خاصة عن أي معرض آخر. في السنوات اللي بدأت يمكن لما اتنقل المعرض من أرض الجزيرة إلى مدينة نصر حصل تعديل في مفهوم المعرض. هو المعرض كان اصلا مفترض صالة عرض ثم بجانبه سوق للكتاب، زي ما احنا موجودين هنا في صالة عرض موجودة، فده معرض يعتبر معرض دولي، لكن دخل معاه في ضمن المعرض الفعاليات الثقافية والأنشطة الكبيرة اللي موجودة، وكل المعارض العربية نقلتها النموذج ده لمعارضها. ومعرض القاهرة بيتميز انه كل صناع النشر بيكونوا بيحضروا المعرض، يعني ممكن يكون ناشر من موريتانيا او من المغرب او من الجزائر ليس له جناح في المعرض ولكن متواجد. ليه؟ لانه كل صناع النشر اللي هم المؤلفين والكتاب والناشرين ومصممي الكتب وحتى اصحاب المطابع حتى مستوردي الورق بيتواجدوا في هذا المعرض. هو ده الميزة أساسية يمكن البعض يغفل عنها، بخلاف المعارض الأخرى. ربما في معارض خدت وضعها على المستوى الدولي زي معارض موجودة في منطقة الخليج زي معرض الشارقة أو زي معرض أبو ظبي ومعرض الرياض، في معارض كثيرة خدت، لكن الميزة اللي هنا أن كل صناع النشر بيكونوا موجودين وبالتالي بيقبلوا على المشاركة. والسنة دي الحمد لله يعني في ظل الوضع، رغم من الوضع الاقتصادي وتغير سعر الصرف والدولار، لان عدد الناشرين العرب السنه دي اكتر، وانا بتكلم عن الناشرين العرب ومصريين طبعا عرب، لكن اللي هم من خارج مصر عددهم اكتر من العام الماضي، وفي نفس الوقت لم يعتذر اي ناشر عربي عن المشاركه بعد تعديل سعر الصرف، وهو يعلم انه ربما لا يحقق مكاسب ولكن هو حريص على انه موجود في هذا المعرض. العبره مش بالكم، وربما في بعض المعارض يقوف هذا العدد اللي احنا موجودين في معرض القاهرة الدولي، والمهم الاختيار بالنسبة لان في قارئ واعي موجود في مصر بشكل جيد ودائما يبحث عن الجديد، وخاصة اللي هو بيكون متوفر بالنسبة له من دور النشر العربية اللي من خارج مصر. فالعدد بالنسبة لمساحة المعرض مع عدد مقبول، وفي نفس الوقت في تزايد، وفي معارض ربما تلاقي فيها 500 ناشر ومنهم مثلا 100 توكيل، يعني اللي موجود 400 جناح. لكن الحقيقه خاصه كمان ان في السنوات الاخيره كان في بدايه المعرض لما كان في الجزيره
كان في اقبال من الناشرين الاجانب من مختلف الدول، ثم تراجع في السنين الاخيره بعد ما انتقل المعرض في ارض المعارض لشركه مصر المعارض في التجمع الخامس، بدا دور النشر الاجنبيه تتواجد بشكل كبير، ولذلك حتى العام ده في حوالي 51 دوله مشتركه، وده شيء يعني بالنسبه لنا كناشرين بيدينا الفرصه ان احنا نطلع على الاخرين. اطلاع على الاخرين، والنهارده بنتكلم على يمكن منصات كتيرة جدا يقدر الناشر من خلالها انه يطرح كتاباته عليها. النهاردة ملايين الناس يمكن بتمتهن هذه المهنة، وملايين الافكار، ما كانش المليارات من الافكار يعني. فالنهاردة معرض الكتاب في الحقيقة عمل مبادرة ومؤتمر مهم جدا، وهو مؤتمر الملكية الفكرية ضمن فعاليات البرنامج المهني. ازاي النهاردة نقدر نطلع حلول عشان نحد من مشاكل اللي بتبقى سبب طبعا الملكية الفكرية ونحمي بيها الأفكار؟ طب خلينا أقول لحضرتك، بالنسبة يمكن في مبادرة موجودة في معرض القاهرة الدولي في الدورة 54، إن في منصة موجودة بالتعاون مع الشركة المتحدة مع الهيئة العامة للكتاب، لكن ويمكن بدأوا يضعوا عليها كتب مكتبة الأسر. لكن خليني أقول لك حاجة يعني مهمة قوي، احنا في العالم العربي ليس لدينا منصات قويه، الغرب هو اللي عنده منصات قويه. وانا دائما انبه، ويعني حكم مسؤوليتي في اتحاد الناشرين العرب، ان هناك دور النشر العالميه بدات تغزو العالم العربي مثل امازون وجوجل، ودول ممكن يستحملوا الاعباء والتكاليف والخسائر الكبيره نتيجه جراء الاعتداء على الملكيه الفكريه، فهيتجهوا ان هم هيستقطبوا مؤلفين من الدول العربيه. وانا بتكلم كعرب، الدول العربيه كلها كل الظروف واحده بالنسبه لها، وهيستقطبوهم وهيوجهوهم ان الكتابه معينه، وهتبقى الكتب باللغه الانجليزيه، وده هياثر على الهويه، وهيبقى في تغريب للمواطن العربي. يمكن بسبب ده ايامه ينطلق المؤتمر القادم للترجمه. الحكومات نفسها يعني لازم ده يكون مشروع قومي، ان في منصه قويه جدا تبقى موجوده في مصر، بوابه تبقى ممكن. كان في محاولات قبل كده ولكن للاسف لا تستكمل، لكن احنا كقوه ناعمه لدينا رصيد كبير جدا ان نقدر تكون منصه تجذب القارئ بشكل كبير، ويستطيع ان هو يجد ما هو يبحث عنه. ربما في بعض منصات موجوده في العالم العربي بشكل الى حد ما، لكن لا تضاهي المنصات الاجنبيه. طيب بالنسبه على، بس ارد على الموضوع الملكيه الفكريه. الملكيه الفكريه اخطر الازمات اللي بتهدد صناعه النشر بالانهيار او التوقف ما لم نتكاتف. والحمد لله ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق الاستراتيجيه الوطنيه للملكيه الفكريه في سبتمبر، واللي هي بتقوم على اربع محاور، اهمها وعي، عمل توعيه للمواطن باهميه احترام الملكيه الفكريه، انشاء جهاز موحد للملكيه الفكريه، اعاده تعديل التشريعات عشان يبقى في المردود الاقتصادي اللي موجود. فدي مهمه جدا، لان دي اكثر مشكله بتهدد صناعه النشر. وصناعه النشر في العالم العربي صناعة ليست قوية، صناعة ضعيفة، لا العدد ما ينشر أو ينشر في العالم العربي لا يتناسب مع عدد سكان العالم العربي اللي هم أكثر من 400 مليون، ورغم إن في ملايين بتتكلم اللغة العربية. العدد اللي بينشره العالم العربي ما بين 60 ل 65 ألف عنوان في السنة، دولة زي إسبانيا بتنتجهم في نفس السنة. طبعا أحد العوامل الرئيسية اللي هي بتؤثر على هذا الوضع هو الاعتداء على الملكية الفكرية، وعادة القراءة ليست عادة أصيلة لدى المواطن، الرقابة المتشددة، وحرية النشر والتعبير. اتكلمتم عن اللغة الإنجليزية اللي موجودة على المنصات، والاهتمام باللغات المختلفة في الترجمة من وإلى اللغة العربية. لو جينا نقول إن أيام قليلة وينطلق المؤتمر الدولي للترجمة أو الخاص بالترجمة، أهمية انطلاق مثل هذا المؤتمر وفكرة الترجمة، إحنا متعودين أما بنقول ترجمة بيجي في مخنا الترجمة من اللغات إلى العربية، في أعتقد اهتمام كمان بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.
هو الهدف الرئيسي المفروض يكون ترجمة الأعمال الإبداعية والفكرية وتاريخنا وتراثنا من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى. لكن عايز أقول لحضرتك إحنا بنتجه إلى دور النشر الأجنبية وبنترجم من اللغات خاصة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية إلى اللغة العربية. الناشرون في الدول المتقدمة ما لم يقدم إليهم دعم لن يقوموا بالترجمة. يعني وأنا عندي تجربة، أنا كان عندي في أيام الأزمة اللي هو كان الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أصدرت كتاب للكاتب الراحل عبد التواب يوسف عن طفولة سيدنا محمد. يعني أنا عرضتها على كل الناشرين اللي كنت بقابلهم في فرانكفورت مجانا، مش عايز منهم حاجة، هم رافضين، هم بيبحثوا عن دعم ليهم. وده اللي حصل في مدينة في إمارة الشارقة، ان بقى في دعم للناشر الأجنبي انه يترجم من العربي الى اللغة الإنجليزية، في بقى وياخد دعم، هو ده الأساس. وانا يمكن احد دور النشر في إنجلترا، انا واخد حق حصري لكل مقالات الكاتب الراحل نجيب محفوظ صاحب نوبل، كل المقالات وتم ترجمتها الى اللغه الانجليزيه بواسطه دار النشر، بس على اساس ان كان في دعم هم واخدينه من الشرق. فاحنا لو عايزين نتجه هذا، واولا يعني ان لابد ان احنا يعني الاحصائيات اللي بتقال على ان احنا عدد الكتب المترجمه سواء من اللغه الاجنبيه الى اللغات الاجنبيه الى اللغه العربيه عدد قليل او العكس، لا دي احصائيات غير مظبوطه، لان الترجمه في السنين الاخيره دور النشر سواء كانت رسميه او حكوميه او قطاع خاص على مستوى الوطن العربي، بالعكس في حركه ترجمه موجوده كبيره. لكن عشان انا اوصل فكري واوصل تراثي وتاريخي، لابد ان احنا نضع في حسباننا ان يكون في دعم للناشر الاجنبي، وده شيء مهم جدا بالنسبه لنا. ازاي معرض القاهرة الدولي للكتاب، بما اننا نتكلم دلوقتي عن الدول العربية، يكون نقطة تلاقي ما بين الشباب العرب؟ مهم جدا ان احنا نبقى قريبين، مش هقول موحدين لكن قريبين في افكارنا، بما اننا قريبين في حاجات كتيرة جدا، الارض، العادات والتقاليد، الديانات، الحاجات دي كلها. فازاي اللغة كمان طبعا، ازاي نقدر نوسع التلاقي ما بين الشباب العربي من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ هو بس يعني عشان نقول نقطة التلاقي، أو أنا عايز أقول لك على حاجة، يعني أنتم ما حضرتوش هذا الزمن اللي كان أثناء معرض القاهرة الدولي، كان جمهور كبير جدا سواء كان كبار في السن أو شباب، كانوا بيجوا من الدول العربية مخصوص لمعرض القاهرة الدولي، ربما كان يجي يقعد يوم أو يومين ويرجع تاني بلده. عشان تعملي نقطة تلاقي بينك وبين الشباب العرب من خلال معرض القاهرة الدولي، لابد ان يكون في فعاليات او برامج تجذبهم لهذا الموضوع، بمعنى ان ممكن يكون مثلا هوية الشباب العربي كيف نحافظ عليها، فممكن يكونوا موجودين، يعني هم مش غريبين، وبالنسبه لمصر بالنسبه لهم في العالم العربي بتعتبر ايقونه، يعني لما بنقول شقيق كبرى فهي شقيق كبرى، والكل حابب ان هو يكون موجود في مصر. فلازم نعمل برامج او فعاليات نقدر ان احنا نجذبهم. انا اكيد بصفه حضرتك رئيس اتحاد الناشرين العرب، تقدر تقول لنا هل في تعاون مستقبلي بين معرض الكتاب والمعارض العربية الأخرى في المرحلة القادمة؟ في طبعا، يعني أنا من ضمن اللي هم عادوا أحياء اتحاد الناشرين العرب، كنا خمسة سنة 95، لأن الاتحاد أنشئ سنة 62، وثم جمد، يعني تجمد لأسباب ما، لكن في 95 تم إعادة إحيائه، كنا خمس ناشرين واستمرت لفترة أربع دورات، ثم دينا الفرصة للآخرين اللي كانوا مؤسسين خرجوا، ثم عدت في 2016 في الدورة الثامنة. من بدأت في الدورة الثامنة في وجود دكتور هيثم الحاج، ثم ومعه الفريق الموجود معاه، ثم دكتور أحمد بهيب والفريق معهم، أستاذ إسلام بيوم وعامل سيادة المشار محمود عبدين. في تعاون كبير جدا بين اتحاد الناشرين العرب وبين معرض القاهرة الدولي. انا يكفي اقول لك يمكن المعرض الوحيد على مستوى الوطن العربي ان رئيس اتحاد الناشرين العرب او اتحاد الناشرين العرب ممثل في اللجنه العليا لاداره المعرض، اللجنه العليا معرض القاهرة الدولي، بقرار من رئيس الوزراء من سنوات.
في تعاون كبير جدا سواء من قائمين على الهيئة كمسؤولين أو من وزراء الثقافة السابقين والدكتورة نيفين الموجودة حاليا. في تسهيلات كتير جدا اللجنة العليا عرضناها على معالي الوزيرة الدكتورة نيفين. مثلا زملائنا الناشرين اللبنانيين لديهم أزمة كبيرة في بلادهم وبالذات البنوك، سمحت إن هم يدفعوا، ده كان مطلب الاتحاد، يدفعوا بجنيه مصري من خلال مبيعاتهم. كمان في تيسيرات نظرا للظروف ان هو ناشرين المفروض يسددوا التزاماتهم مقابل ايجار الاجنحه، ان يسددوا لغايه يوم 1 فبراير، يعني معناها من بتاع الاسعار نفسها. كانت الاسعار السنه اللي قبل الماضيه الدوره كانت دوره 52، كانت الاسعار مرتفعه. صحيح حصلنا على خصم من معالي الوزيره السابقه، لكن السنه العام الماضي تم تخفيض السعر، وان ناشر اللي هو عضو اتحاد الناشرين العرب يتمتع بسعر يبدا من 123 دولار، بينما غير عضو اتحاد الناشرين العرب السعر بالنسبه له 200 دولار، فدي ميزه كبيره. واخد بالك، كل التسهيلات مقدمه للناشرين العرب. عشان كده بقول لحضرتك في البدايه لم يعتذر اي ناشر عربي على انه يشارك في المعرض رغم الاوضاع الاقتصاديه وتغير سعر الصرف. استاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، كل الشكر ليك على وجودك معنا يا فندم، نشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا.